في فيلم اسمه سقوط الإمبراطورية الرومانية. أيوة. في تاني فيلم على طول عملته بعد الأوسكار كان لورنس بقى ما طلعش لسه في السينما. وأنا كنت خايف أرجع على طول على مصر وعامل فيلم عربي، يعني شكلي عربي في الفيلم. فكنت عايز أعمل حاجة ما بقاش، أنا مش عارف بقى إن هبقى ستار كبير. يعني هو ديفيد لين قال لي كده، لكن أنا مش يعني قلت أضمع، عايز أعمل حاجة غير ده. فعرضوا عليا الفيلم ده، كان فيلم ضخم جدا ودوري كان صغير بس جوز صوفيا لورين في الفيلم. قلت هات جوزها ملك الأرمن. الفيلم ده انت بتحبه ولا ما؟ لا دوري ضمن صغير. الافلام لا وفيلم ده كلف ملايين وكان وحش، يعني وحش ما عملش نجاح ساعتها. لا هم الافلام الحجم الكبير ده بيعملوا نوع من النجاح، لكن ده يعتبر فاشل يعني من الافلام الغاليه قوي كده. Father. It's been decided, Lucilla. Armenia and Rome will become even closer. A part of Rome, a lovely part, will become Armenian.